بوجه حسن ورتم هادئ، دخلت الشابة ملك الحسيني بيوت المصريين عن طريق إعلان لمنتجع سياحي لإحدى شركات التطوير العقاري، ولكن دخولها لم يتقبله الكثيرين في البيوت، وكان من بينهم بيت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ. دقيقتين أطلت فيهم ملك بهوت شورت على شاشات التلفزيون مع كل فقرة من فقرات الإعلانات الكثيرة والتي غزت التلفزيون منذ بداية شهر رمضان بغنائها أغنية الفنان الراحل عبد الحليم حافظ دق الشماسي، لتتلقى ملك انتقادات واسعة وهجوم من الجمهور تارة، ومن الوسط الفني تارة، ومن عائلة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ تارة أخرى، بسبب طريقة أدائها للأغنية والتي وصفها البعض إنها تسيء للأغنية الأصلية والتي غناها العندليب الأسمر عام 1969 في فيلم أبي فوق الشجرة. أصبحت السوشيال ميديا المنصة الأولى في الهجوم على بطلة الإعلان، وتداولوا منشورات يدعون فيها لإغلاق التلفزيون أو التحويل لقناة أخرى لتجنب مشاهدة أو سماع الأغنية بهذا الأداء السيء. لم تكتفي عائلة العندليب بالنقد فقط، بل سلكت طريق القضاء لنيل حقهم في الحفاظ على تراث الفنان الراحل عبد الحليم حافظ. فقد أوضح محمد شبانة نجل شقيق العندليب في تصريحات إن الإعلان يعتبر استغلال للتراث من أجل التربح وليس من أجل الحفاظ عليه أو تعريف الناس به، وإن ما حدث ما هو إلا بيع بخس لتراث عمه الراحل. أما عن النقد الذي جاء من قبل الوسط الفني، كان على لسان الفنان صبري فواز اللي قال عبر حسابه على فيسبوك: ليه كده؟ دق الشماسي دي أغنية حلوة ومبهجة وكلها طاقة وحيوية، ما ينفعش تتغنى كده، والله العظيم ما ينفع. وعلى الضفة الأخرى البعيدة عن الهجوم، صرح الدكتور مدحت العدل بصفته رئيس جمعية المؤلفين والملحنين في تصريحات صحفية إن لا يحق لأسرة العندليب مقاضاة صناع الإعلان، بل ذلك منوط بأسرتي المؤلف والملحن، وإن الأحقية في صوت عبد الحليم تعود إلى الناشر أو صاحب الملكية. كما أوضح العدل إن صناع الإعلان تواصلوا مع الجمعية وتم الاتفاق بعد طرح الإعلان وليس قبل ذلك. لم يكن الإعلان المثير للضجة حاليا هو البوابة الأولى للفنانة الشابة ملك الحسيني، فقد ظهرت لأول مرة عام 2015 في برنامج ذا إكس فاكتور، وعام 2015 وعام 2017 غنت الأغنية الرسمية لمنتدى شباب العالم. ولوحظ إن الإعلان خلال 48 ساعة الماضية تم اختصاص الجزء الأخير منه والذي يركز فيه بطلة الإعلان على عبارة ضوء الشماسي، وقد يكون ذلك محاولة لحل المشكلة أو تهدئة الجدل المثار حول الإعلان.